وضمن تغطيتنا الخاصة للانتخابات التشريعية سينضم إلينا من جهات المملكة 12 موفد قناة ميدي أن تي في، وسيكونون معنا طيلة هذا اليوم الانتخابي. نبدأ من مراكش ومعنا محمد أنس طموح. أنس، كيف تسير عملية التصويت لحد الآن؟ فقدنا الاتصال مع أنس. نتحول إلى العاصمة الرباط، معنا عصام العباري. عصام، انقل لنا الصورة من حيث متواجد الآن. نعم لينا، أنا متواجد بمدينة الرباط، وقد انطلقت عملية التصويت في أجواء جد عادية، حيث هيئت السلطات المحلية هنا كل الترتيبات اللوجستيكية لانطلاق هذا الحدث الديمقراطي، وأن يعكس صورة المغرب الديمقراطي في هذه الأجواء. أثناء في هذه الأجواء التي نعيشها هنا بمدينة الرباط، الكل قد أغلبية الحاضرين هنا أو الناخبين الذين صادفناهم قد استفادوا من تقنية 27-27، وذلك بإرسال رقم بطاقتهم الوطنية، وبعد ذلك يتلقون مكاتب التصويت، مكتب التصويت الخاص بهم ورقمهم الترتيبي. ما يلاحظ بمدينة الرباط أن الأجواء، سواء جو الأجواء الخاصة نهاية الحملة، كانت باردة أو اليوم، وذلك يعكس بأن كل الأحزاب السياسية قد ربطت نضالها وتواصلها مع الناخبين في الفضاء الأزرق، وبالتالي كانت المعركة حامية الوطيس على الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشهد أجواء جد عادية واقعيا وباردة إذا صح القول الآن أو اليوم. الكل أو كل مناضلي الفضاء الأزرق طالبون بأن يترجموا نضالهم إلى ورقة للتصويت من أجل اختيار المرشح الأنسب لحدود الساعة. الإقبال نسبيا ضعيف على مكاتب التصويت، ومن المنتظر أن يشهد إقبال بعد صلاة الجمعة. عصام العباري، شكرا لك. ننتقل إلى المدينة الحمراء مراكش، ومعنا محمد أنس طموح. أنس، حدثنا كيف تسير عملية التصويت لحد الآن؟ أنس، هل تسمعني؟ نعتذر لعدم تمكننا من التواصل مع محمد أنس طموح من مراكش، وننتقل إلى الداخلة وعبد الله الجعفري. عبد الله، ماذا عن عملية التصويت عندك؟ أهلا بك لينا وأهلا بالمشاهدين الكرام. تتواصل إذن هنا في جهة الدخلة والذهب يعني العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى على فتح مكاتب التصويت، يعني المواطنون والمواطنات يتوافدون تباعا من أجل الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم أو مندوبيهم في البرلمان لولاية من 5 سنوات تشريعية. نسبة المشاركة لحدود ساعة لن نتوفر عليها لينا، لكن في الساعة 10:30 صباحا كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 1.46%، هو رقم أو نسبة ضعيفة، لكن هذا الرقم مبرر على اعتبار أن نسبة المشاركة ترتفع بالتأكيد بعد صلاة الجمعة. توالي الدقائق لنا، توالي الساعات، جعلنا نلاحظ تواجد يعني فئة الشباب بكثرة في مكاتب التصويت، وهو ربما رهان كسبته الأحزاب السياسية التي اعتمدت على حملة انتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الحملة التي كانت تنمي بالأساس إلى استمالة فئة الشباب، الفئة الأكثر يعني تفاعلا مع مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة ربما ترفع يعني نسبة المشاركة في هذه الجهة التي تعرف ايضا يعني دوما وابدا نسب مشاركه قياسيه. لنا يعني رهان يعني رفع نسبه المشاركه هو رهان ترفعه هو الاستحقاقات الحاليه، ايضا هناك رهان اخر هو رهان تاكيد الشفافيه يعني والمصداقيه والنزاهه في انتخابات التشريعيه الحاليه. شاهدنا يعني في مكاتب التصويت تواجد مناديب مختلف اللوائح الانتخابيه المرشحه، وايضا هناك لجان او مناديب لجان المراقبه المستقلين. هؤلاء اللجان يقفون على كل صغيره وكبيره من اجل التاكيد من أجل يعني مواكبة الانتخابات ويعني إخراجها في قلب نزيه وشفاف في 10 نسخة تشريعية في الانتخابات في تاريخ المغرب الحديث. عبد الله الجعفري، شكرا لك. نتحول إلى جولميم، وينضم إلينا محمد فال المومن. محمد، حدثنا عن سير العملية الانتخابية لو سمحت.
أهلا بك لينا وأهلا بمشاهدي ميديان تي في. نحن نتواصل معكم الآن بالضبط من مدرسة لمتون الابتدائية بشارع الجيش الملكي بمدينة قلميم. نحن على تواصل دائم بالساكنة هنا وبمن التقيناهم في مكاتب التصويت التي زرناها على مدار الساعات الماضية. الأجواء هادئة جدا وأيضا هناك إقبال حثيث على مكاتب التصويت، وإن كان الجو هنا اليوم حارا جدا إلا أن ذلك لم يثني الكثير من المواطنين عن الاستمرار في الإدلاء بأصواتهم. نحن الآن على بعد حوالي الساعة من صلاة الجمعة، وبالتالي نسبة المشاركة من المنتظر أن تعرف يعني زيادة أكبر بعد صلاة الجمعة. نفس الأمر حسب ما تؤكد مصادرنا في باقي المدن التابعة لهذه الولاية، ولاية جهة قلميم واد نون. الأمر يتعلق هنا بثمانية مقاعد كما قلنا، اثنان منها لسيدي إفني، اثنان لمدينة الطنطان، ثم اثنان لإقليم أسزاك، بالإضافة إلى مقعدي مدينة وإقليم قلميم. الأجواء هادئة، وقبل لحظات حاولنا الاطلاع أو يعني أن نرصد أو نحصل على نسب المشاركة الأولية، لكن ما أكدت عليه أو ما أكدته السلطات المحلية تقول على أنها بصدد إفراز هذه النتائج الأولية، نتائج نسب المشاركة، وسيتم مدنا بها حال توصلنا أو حال التوصل بها، سنمدكم بها أولا بأول. إليك لينا. شكرا لك محمد فال المؤمن. ننتقل من جديد إلى مراكش ومعنا محمد أنس طموح. أنس هل تسمعني؟ تحية طيبة لك لينا ولمشاهدينا الكرام. أنس، كيف تسير عملية التصويت لحد الآن في مراكش؟ إذن سير عملية التصويت هنا بدوائر عمالة مراكش هو سير عادي جدا، وثيرة المشاركة ترتفع شيئا فشيئا. لاحظنا بحسب مصادرنا من السلطات المحلية هناك نسبة مشاركة مهمة للعنصر النسوي بنحو 40%، وهو ما يعد رقم مهم جدا خصوصا في مثل هذه المناطق. لنا ربما هناك أيضا الجانب من المناديب الذين يعني يقفون على سير هذه العملية، حيث أبرزوا من جانبهم أيضا أن العملية تسير بشكل عادي جدا وسلس. وفقط للتذكير لنا، ف يعني هناك 41 لائحة في عمالة مراكش، والتباري سوف يكون على 9 مقاعد. محمد أنس طموح، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لجميع مفادين المتواجدين في مختلف جهات المملكة والذين سيبقون معنا طيلة هذا اليوم الانتخابي.